بسم الله، ده نشوف مع بعض ازاي نعمل مخطط سويت شارت. اول مثلا هبدا اول مشروع، تمام، وعايزين نبدا نكتب الكتابات عليه. اقول له هنا مثلا عايز اوصل حاجه تانية، اقول له مثلا هنا انا عايز احط مثلا اختيارات، مثلا دي العمليات، وهنا برضو عمليات اخرى، واقول له هنا مثلا حاجه بالشكل دوت انت، واقول له هنا مثلا في اختيار، وممكن اقول له وصل لي هنا كونكتور من ده لده، وممكن نقول له مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تيجي تكتب هنا، هتيجي هنا تدوس مرتين وتقول له هنا مثلا بداية المشروع، وتيجي مثلا هنا على الكونكتور هنا وتدوس رايت كليك وتقول له ايه تكست، وتقول له مثلا فيرست ستيب مثلا، وتيجي هنا مثلا تقول له الحفر مثلا، وهنا هل المعدات جاهزة، وهنا تبقى هنا مثلا نعم، وهنا لا. فلا تبدأ بقى ايه تتصل بالناس تاني وتبدأ تاخد نفس الإجراءات بالشكل دوت، وفي أي لحظة ممكن تيجي على أي كتابة فيهم تدوس عليها أو تدوس رايت كليك وتعدل الكتابات اللي موجودة. تمام. طيب فرض إن أنت مثلا جيت سحبت دي مثلا حفر هنا، هتلاقي هو أوتوماتيك بيظبطها لك بالشكل دوت. طيب لو أنا جيت كده وعملت على الحاجات ديت، تمام، ممكن أقول له أنا عايز أعمل ألاين اوتو الاين او الاين ليفت او سنتر او الاين رايت زي ما انت عايز، او الاين توب زي ما انت عايز، هو اوتوماتيك هيرتبهم لك. وممكن تعمل سيلكت وتقول له انا عايز مثلا البوزيشن، تبدا تشوف المسافات لو في اي مشاكل في المسافات هو يبدا يظبطها. طيب تقدر تعمل سيلكت على اي شكل منهم، وتقدر تعدل الشكل زي ما انت عايز.